بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ربنا عز وجل بيقول بل نقذف بالحق، المقصود بالحق في هذا السياق القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يصمت أمامه الباطل لأنه حق من عند الله عز وجل، لكن أحياناً أهل الباطل بيزينوا الباطل ويشوهوا الحق فالناس تتلخبط، وأحياناً إن الناس نفسها لا تريد الحق. ولذلك دور الدعاة إلى الله ودور أهل العلم اللي هم يبينوا الحق كما هو، يزيلون ما عليه من تشويهات ويبرزونه للناس ويعرضونه للناس. فإذا كان الناس يريدون الحق فيقينا يصير الحق إليهم أو إلى قلوبهم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني فيبيده. وأصل كلمة فيدمغه يعني يصيب الدماغ، وعادة إصابة الدماغ تؤدي إلى الموت. فهو مش بيصيب إيده ولا رجله، مش بيصيب إيد الباطل ولا رجل الباطل، دماغ الباطل، فيهلك الباطل ويباد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، يعني فإذا هو ذاهب يذهب الباطل. ولكم الويل مما تصفون، يا أهل مكة لكم الويل. والويل ده يعني كلمة وعيد. في علماء قالوا واد في جهنم، لكن الآثار في ذلك ضعيفة. فالقول الراجح كل كلمة ويل في القرآن يعني وعيد، كلمة تفيد الوعيد. ولكم الويل مما تصفون، يعني مما تصفون ربكم بصفات لا تليق به، زي اللي انتوا ادعيتوا ان له الولد وان له صاحبة وانه مش حكيم لانه بيرسل بشر، كان المفروض يرسل ملائكة ونحو ذلك من الأباطيل. طبعا تسيء إلى الله فهذا له عذاب شديد يوم القيامة. وله من في السماوات والأرض، سبحانه وتعالى كيف يقال بقى له ولد وله صاحبة، وكل من في السماوات والأرض له ملكا وخلقا وتدبيرا. ومن عنده، الآيات سهلة الحمد لله، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ومن عنده اللي هم مين؟ الملائكة. لا يستكبرون، ما يتكبروش عن عبادة الله عز وجل. ولا يستحسرون، يعني بقى ولا يستحسرون يعني ولا يتعبون. ومنه قول الله عز وجل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني حسير يعني كليل متعب. فولا يستحسرون يعني لا يتعبون، ما بيتعبوش من العبادة. عشان ما تفتكرش اللي انت يعني لما تصلي قيام ليل وتصوم النهار كده يعني ربنا يحتاج منك هذه العبادة. ربنا ليه خلق آخر عظيم جدا كثير جدا، عدده لا تتخيله، عظم خلقه لا تتخيله، يعبد الله باستمرار وبلا كلل وبلا تعب. يسبحون الليل والنهار، ليل ونهار يسبحون الله عز وجل، لا يفترون يعني لا يتوقفون ولا يضعفون، ما يقولوش حالة فتور كده وكسل، يعني لا يسأمون. سبحان الله العظيم، الملائكة ليل نهار تسبح الله عز وجل بدون ملل ولا كلل. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. طب أهل مكة لو لهم يعني حب معرفة الحق، هل من العقل والمنطق أن يتخذوا آلهة يصرفون لها العبادة وهم لا يقدرون على إحياء الموتى؟ كلمة ينشرون يعني يبعثون أو يبعثون الموتى بعد موتهم. طب هل دول الآلهة اللي انتوا بتعبدوها من حجر أو شجر أو خشب، هل دي قادرة على إعادة البعث؟ مدام غير قادرة يبقى لا تستحق العبادة. وخد بالك أهل مكة عارفين كده،
عارفين اللي الذي يقدر على البعث هو الله عز وجل. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. هم متأكدين من كده، ما عندهمش إشكال في كده، ومتأكدين إن الأصنام لا تبعث الموتى من قبورهم، ولكن هم درجوا على هذا التقليد الأعمى إن دول وسائل توصلهم لربنا فبيعبدوها. زي كتير من أهل بلدنا للأسف بيروحوا للأضرحة والمقابر ويطلبوا منهم المدد، وعادي جدا. حتى أنا استغربت جدا لسه موقف أري لعيب كرة بيتكلم على موقف، هو بيقوله على سبيل الضحك يعني، إن هو كان في نادي المريخ المصري فهيلعبوا فرقة مش فاكر فرقة اسمها إيه، الاتحاد السكندري أو نحو ذلك يعني. فالمدرب بتاعهم بدون ذكر أسماء قال إحنا إيه هنعدي على إسهاد البدوي وهنطلب منه بقى إن نجحنا في الماتش ده. شوف يا أخوانا الثقافة وصلت إن ده شيء عادي بديهي جدا، كانوا بيقرأوا الفاتحة كمل بس. فراحوا للبدوي وطلبوا ان هم يعني يوفقوا، مش عارف بقى ربنا وفقهم ولا البدوي وفقهم، يوفقوا في الماتش ده. المهم شالوا خمسه يعني، شالوا خمس تجوان، اتغلبوا 5-0 في هذا في هذه المباراه. الموضوع هو الموضوع على سياق الهزار، بس انا قلت لنفسي ده شركه اكبر، اللي انتوا عملتوه ده شركه اكبر. انتوا بتطلبوا من البدوي ان يوفقوا في الماتش، يا دي المصيبه يعني. الثقافة انتشرت لهذه الدرجة ان ده شيء عادي اللي احنا نروح للبدو عشان احنا في سكتنا او نحو ذلك ونطلب منه انه يكسبنا ماتش. ام لهم آلهة ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. هو البدو يستطيع يا الموتى يستطيع ان يحاسب الناس؟ شيء عجيب يعني. شوف انت هو يعني اكيد فريق الكرة ده كله عارف ان البدوي لم يخلق ولم يبعث الموتى ولا اي شيء من ذلك، لكن خلاص هو التقليد على هذا الشرك الفظيع، شرك اكبر يا اخوان. ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ما ينفعش يكون في اله مع ربنا، مستحيل. ليه؟ اله هيقول نطلع الشمس، اله يقول لك لا الشمس ما تطلعش النهارده، يتخانقوا مع بعض. إله يقول لك نبيد القرية دي، وإله يقول لك لا سيبها شوية، يتخانقوا مع بعض. الكون يختل، والكون يا أخواننا مبني على حدود حرجة. يعني الحدود الحرجة دي اللي بنحتاج بيها على أصحاب الصدفة، اللي يقول لك الكون صدفة. على سبيل المثال الأكسجين اللي في الجو ده لو زاد قليلا على النسبة اللي موجودة لصارت الحرائق البسيطة انفجارات ولا يستقيم العيش فيها في الأرض، ولو قل شوية لصارت حركة الناس أو تحولت إلى خمول شديد، ما يقدروش يتحركوا ويجوا ويشتغلوا. الكلام ده نسبة الأكسجين بدقة، مش تقول لي آلهة بقى مع مش ممكن، أو تقول صدفة، دي حدود حرجة يعني. حاجات لو زادت أو قلت تحصل مشكلة. أي عنصر في جسم الإنسان إذا زاد مرض، إذا قل مرض، حتى الفيتامينات يا أخوانا في مرض اسمه سمية الفيتامينات، هايبر فيتامينوسيس، عشان الناس التحبية بيقول لك فيتامينات مش هتخسر، لا ما ينفعش. حتى بي 12 الفيتامين المشهور تعمل تحليل الأول، زاد أو قليل تاخد، مش قليل خلاص ما تاخدش، زيادته فيها مشكلة على الكبد. فيتامين بي 12 على سبيل الخصوص، فيتامينات أي حاجة في الجسم. سبحان الله، كوكب الأرض لو قريب من الشمس لاحترقنا، قريب عن مكانه ده، لو بعد زي بلوتو لا تجمدنا من البرد، لا يستقيم العيش. الجاذبية الأرضية ليها رقم ثابت، لو زادت لكنا أوزاننا دلوقتي زادت بدرجات كبيرة جدا والناس بتتحركش، ولو قلت الجاذبية لتبخرت الماء وتطاير الهواء إلى الفضاء وصارت الأرض زي القمر، لا فيها ماء ولا فيها هواء ولا فيها جاذبية. الحدود الحرجة. تقول لي بقى ان الكون ده صدفة او تقول لي فيه آلهة مع الله؟ ام اتخذوا لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ايضا عما يصفون الله من صفات لا تليق به، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ده ربنا يا إخواننا من الآخر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ولذلك انت ما تناقش فعل ربنا، هو ليه ربنا عمل، ليه ربنا لا يسأل عما يفعل يا ابني، ولكن ناقش في فعلك انت، الصلاة، الصوم، غض البصر، صلة الأرحام، ده اللي تنشغل بيه، تعوش تضيع وقت في انشغالك بأفعال الله في الكون، هو ليه كده وليه ده مات وليه ده معايا، ما لكش كده، ده قدر حكم ربنا، وحكم ربنا كمسلمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني مرة كنت صاحي من النوم فالراديو كان شغال، فكانت فيه أغنية شغالة عليه، فالأغنية دي حتى أنا كنت مذهول، يعني معقولة الكلام ده بيتقال؟ ليه يا ربي ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه القسوة ليه؟ حاجة زي كده يعني، أغنية مشهورة. فأنا مش مصدق وداني، كنت في السنة في الكلية ساعتها. ليه يا ربي ليه؟ ليه الظلم ليه؟ الكلام ده يا إخوانا، الكلام ده إزاي يعرض ويقال ويتنافى تماما مع العبودية الكاملة اللي عز وجل؟ لا يسأل عما يفعل يا ابني، وكمان انت بتسأل ان في ظلم كمان، يعني انت بتسأل ربنا وتاني حاجة بتتهم الله عز وجل بالظلم، وتترسب او تتسلل هذه المعاني الى قلوب الناس والعياذ بالله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.